مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع حلقه جديده من حلقاتنا هنشوف فيها كل ما يحدث على ارض مصرنا الحبيبه وكل ما هو جديد في الشارع الاقتصادي وكل مستجدات الاستثمار على ارض مصرنا الحبيبه. في البدايه عايزين نتكلم عن اهم التوصيات اللي خرج بيها منتدى شباب العالم في دورته الثالثه. المنتدى كان بيقام تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنتدى ده بيخلي العالم كله يتوجه نظره إلى مصر، ما يحدث على أرضها، شكل من أشكال الاستقرار والتبادل الفكري والاستثماري والتبادل المستقبلي للشباب بتداول أفكارهم وطرح كل مستجدات في أذهان شباب العالم. المؤتمر حضره أكثر من 8000 مشارك من دول مختلفة، طبعا ده بيوري العالم كله مدى الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم به مصر في ظل آخر مستجدات الأمن والأمان على أرض مصرنا الحبيبة في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. المنتدى كمان خرج منه مجموعة من التوصيات، كان من أهم توصية منهم هو العمل على تفعيل الكثير من القرارات التي تم اتخاذها داخل المنتدى، والأهم من ده هو إن احنا في 2020 النسخة الجديدة من المنتدى هتبتدي تخرج إلى العالمية في شكل شراكات مع منتديات عالمية أخرى، وده هيخلي المنتدى يتحول إلى منتدى منتشر على دول العالم، هينتشر المنتدى في دول مختلفة من دول العالم بالتبادل مع منتديات أخرى عالمية بتقام للشباب. كل ده بيورينا مدى اهتمام الدولة واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب ومستقبل مصر الحاضر والمستقبل، المستقبل هو الشباب. الاهتمام بالشباب والاهتمام بدمج التجارب والاختلاط بين شباب مصر وشباب العالم هيؤدي إلى الكثير والكثير والكثير من النتائج الإيجابية ومن استخراج التجارب والأفكار الجديدة لمصرنا الحبيبة. الحاجة التانية كمان ان في احد التوصيات الهامة جدا وهي الاهتمام بالامن الغذائي لقارة افريقيا في 2020 واستخدام كل ما هو جديد ومتطور في عالم التكنولوجيا للعبور بالقارة الافريقية الى شكل من التطور والحضارة والتنمية الجديدة. كلنا بنأمل ان 2020 تكون بداية حقيقية للاستثمار، بداية حقيقية لحصاد الإصلاح الاقتصادي التي شهدته مصر في الفترة السابقة واللي كان خطوة على طريق الاستقرار الاقتصادي. هنبتدي النهاردة حلقتنا، هيكون معانا اتنين من أهم الضيوف الاقتصاديين، المهندس عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب في مجلس النواب المصري، وهيكون معانا المهندس محمود البرعي أمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر وعضو الاستثمار في مصر. مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك يا أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا. نبتدي في البداية، إحنا شفنا في الفترة الأخيرة كان في اهتمام بالصناعة لدرجة إن بيقال إن 2020 هيطلق عليه عام الصناعة المصرية. في البداية كان في مبادرة يا عمرو بيه لتطوير الصناعة والدفع المصريين المصانع المتعثرة، المصانع اللي عندها مجموعة من المشاكل مع البنوك، لتفعيل دور الصناعة المصرية والخروج بيها من عنق الزجاجة، إعادة تشغيل المصانع، منح مجموعة من التسهيلات في الاتفاقيات مع البنوك لإعادة تعويم بعض المصانع المتعثرة أو المتوقفة وإعادة تشغيلها. حضرتك شايف المبادرة دي إزاي؟ الحقيقة هو البنك المركزي آخر حاجة تقدم بحوالي عدة مبادرات، أولهم مبادرة الـ 150 مليار، أولاً في 100 مليار للصناعة و50 مليار للإسكان المتوسط. وعمل مبادرة أخرى خاصة بالمصانع المتعثرة اللي حضرتك يمكن ذكرتها في الآخر، كانت أوريدي في حاجة موجودة بهذا الصدد. وبدأ يتكلم ان هو بدأ يفعل هذه المبادرة، ان هو يبدأ يشوف المصانع المتعثرة، كانوا بيتكلم في حوالي 5000 مصنع وبيتكلم في عدد شركات كبير، ان هو المفترض يشوف كيفية علاج هذه المصانع. خلينا نرجع بس الاول من اول ما دخلنا احنا عشان قرض صندوق النادي الدولي. لما تعاملنا مع صندوق النادي الدولي كان صندوق النادي الدولي جاي بغرض
الاساسي دي ان هو يعالج لنا ميزان المدفوعات ويعالج لنا الميزان التجاري اللي فيه عندنا خلل. خلل الميزان التجاري دايما بيجي من مشكله الصناعه. الصناعه يعني انا صادراتي عامله ازاي، وارداتي من الخارج عامله ازاي. فاحنا كانت وارداتنا بنتكلم في 55 مليار اللي هو في العام المالي الماضي الحالي اللي احنا شغالين فيه، وصادراتنا بنتكلم في اللي هي الصادرات الغير بتروليه بنتكلم في 16.9 مليار دولار. فبالتالي عندنا خلل في وعجز في الميزان التجاري بيوصل ل 37 مليار دولار. طيب انا ما بشتغل في بعد ما عملت اصلاحات ماليه واصلاحات اقتصاديه، كان مفترض بعد تحديد سعر الصرف ان الصناعه يحدث فيها طفره كبيره جدا، وللاسف الشديد ما حصلش اللي احنا كنا متوقعينه واللي الدوله ما كانت متوقعه، ان الاقتصاد الصناعي يتحسن بشكل كبير ويبدا الصادرات تبقى بتغزو العالم بشكل اكبر. يمكن كمان صادراتنا ما زادتش نسبه بسيطه جدا، صادراتنا البتروليه اللي زادت، لكن صادراتنا الصناعيه بنسبة كبيرة لم تتحرك في إطار واسع. بالإضافة ل 16.9 من 10 مليار دولار أنا بتكلم عنهم، في منهم حوالي صادرات زراعية 4.5 أو 5 مليار دولار. فبالتالي إن إحنا عندنا مشكلة في الصناعة. معنا مداخلة بس صغيرة كده. أوكي تفضل. معنا مداخلة من أستاذ عادل زيدان رئيس جمعية مستثمري مليون ونص فدان. مساء الخير عادل بيه. مساء الخير يا إبراهيم بيه، وبالرد على ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. وبشكر حضرتك على المداخله اللطيفه دي. تحت امر حضرتك. احنا كنا بنتكلم في البدايه في المقدمه عن مؤتمر الشباب وان ده علامه من علامات الامن والامان على ارض مصرنا الحبيبه. العالم كله بقى بيشوف مصر مستقره وامنه بوجود مجموعه من شباب العالم في شرم الشيخ للمره الثالثه على التوالي. تمام يا فندم. هو طبعا زي ما سعادتك تفضلت وقلت، حدث زي ده ان ده اللي في المقام الاول والاخير بيدل على ان مصر تعيش جو من الامن والامان والاستقرار اللي كفيل بان هو يمهد لان مصر يزود الاستثمارات في المرحله المقبله ويدي ثقه للعالم بشكل اجمع في ان مصر بلد امنه ومستقره. وده طبعا الفضل في الكلام ده يرجع لرؤية القيادة السياسية، وطبعا يرجع ليقظة قواتنا المسلحة، ويرجع لي يعني استقلال قضائنا الشامخ، ويرجع ليقظة شرطتنا المصرية. والحقيقة وزارة الداخلية يعني نشطة جدا 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 وبتتعامل مع الأحداث بمنتهى السرعة والقوة. وانا طبعا على المستوى الشخصي يمكن تعرضت لحادث من يومين، كان حادث سرقه في طبعا كان عندي في طبعا في منطقه الجيزه، ومش عايز اقول لحضرتك ان الحادثه حصلت بالظبط او بلغنا عنها تقريبا الساعه 9 الصبح. تمام. الساعه 10 بالليل كانت تم ضبط الجناه وضبط المسروقات. ودي طبعا يعني يكون ان يبقى في بلاغ من 9 ل 12 بالليل يشتغل عليه على 12 ساعه تقريبا، بدايه من سيد مدير الامن ومساعد اول وزير الداخليه اللواء طارق بيه مرزوق، اللي بقى يعني طبعا انا بوجه التحيه من خلال البرنامج. تمام. و طبعا للسيد وزير الداخليه والسيد مساعد الوزير للامن العام، وبوجه تحيه للسيد مساعد اول وزير الداخليه مدير امن الجيزه سياده اللواء طارق مرزوق، وبوجه التحيه والتقدير لمحمود بيه السبيلي مدير مباحث الجيزه، وبوجه التحيه برضه لاسامه بيه عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزه، والعقيد محمد شاذلي ورئيس مباحث الجيزه الاستاذ الكابتن عمرو فاروق، وطبعا المقدم الرائد احمد صبري والرائد احمد العراقي. الحقيقه ناس كلهم ناس افاضل، وطبعا الاستاذ رئيس مباحث الجيزه عمرو فاروق ده راجل يعني من انا قدمت البلاغ الساعه 9 19 كان عندي، فطبعا الناس يعني الحقيقه لهم كل الشكر. انت منبهر من شكل الاداء، من سرعه الاداء يعني 12 ساعه ده قليل قوي. فالاداء مرتفع جدا جدا، اداء مستوى وزاره الداخليه مرتفع جدا 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 في ظل وجود معالي الوزير.
تمام. وطبعا كذلك جيشنا صاحي ويقظ، قضاءنا مستقل وعادل. الحقيقة الدولة المصرية بتقوم يعني في هذه الأيام يعني بتكافح كل الفساد في أي منظومة كانت، وبتحاول إنها تضيف رؤى، وزي ما بيقولوا نستعد كلنا بأمن وأمان لرؤية 2030 رغم كل الضغوط اللي بتعاناها مصر خارجيا وداخليا وكل المؤامرات اللي بنتعرض ليها، إلا إننا يعني الحمد لله بنعيش في هذا الزمان يعني مزيد من الاستقرار والأمن الحمد اللي لله. بيخلينا كلنا نعرف نتحرك ونكون أمنين على استثماراتنا وعلى أولادنا. وطبعا المؤتمر بتاع شرم الشيخ ده الحقيقة يعني إذا كان يدل على إن هناك قناعة بما تقدمه القيادة السياسية في مصر، وإن هم حابين مصر وشايفين الإيجابيات اللي كل يوم بتزيد الحمد لله. وده طبعا بنشكر القيادة السياسية على كل ده، وربنا إن شاء الله يوفقنا إن شاء الله في اللي جاي كله بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. وأنا على سبيل المشروع 1.5 مليون فدان، تمام. عندنا الحمد لله يعني الحمد لله مشروع 1.5 مليون فدان، إحنا عندنا المشروع ده بفضل الله سبحانه وتعالى هو مشروع بيؤكد إن رؤية القيادة السياسية رؤية ثاقبة، وهذا المشروع هو بمثابة سل يعني مشروع بيساهم في سد الفجوة الغذائية لمصر، وطبعا بيوفر فرص عمل زي ما يعني كتيرة، وطبعا مشروع أتاح الفرصة للشباب، شباب الخريجين وصغار المزارعين والفلاحين وصغار الفلاحين والمستثمرين إنهم يساهموا ويبنوا البلد جنبا إلى جنب مع الحكومة، وبنعمل مجتمع زراعي صناعي عمراني جديد يخلي مصر يعني تطلع من الوادي الضيق الى افاق الوادي الاكثر اتساعا، برضه بسبب الامن والامان اللي احنا بنعيشه، والا زي ما سعادتك عارف راس المال دايما جبان. طبعا لو ما فيش امن ولا الناس هتخاف طبعا تستثمر في البلد. طبعا فطبعا طبعا. الناس بتحتاج الامن عشان تشتغل، وده حقيقه تمام. ان شاء الله باذن الله مزيد من الاستقرار في مصرنا ان شاء الحبيبه. الله. وبحيي حضرتك وبشكرك شكرا تاني على المداخله. شكرا يا فندم، ميرسي يا عادل بيه، الف شكر لحضرتك. شكرا ليك يا فندم، اتفضل يا فندم. شكرا ليك. شكرا. نرجع تاني عمرو بيه. خلينا نتكلم على ان المبادرة ب100 مليار للصناعة والصناعات المتعثرة هي بفايدة 10% متناقصة. الحاجة التانية هتمس القطاع الخاص، شركات القطاع الخاص ومصانع القطاع الخاص. بنتكلم ان المبادره كفكره المبادرات في مصر، احنا بدانا بال 200 مليار بتوع المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، ودي المبادره الثانيه للصناعه. فانا كنت بتكلم في المجمل الاول ان احنا كانت عندنا مشاكل بعد البرنامج الاقتصادي، فبالتالي بنحاول ان الدفع للصناعه. كنت اود ان الصناعه كانت في بداية، لأن احنا الدولة صعب انها تتقدم، ما فيش دولة من دول العالم عشان تتقدم بشكل كبير جدا الا الصناعة بتاعتها تكون قوية. لو بصينا لليابان وكوريا والصين والدول الآسيوية اللي نهضت بشكل كبير جدا وصناعتها تطورت، كانت بدأت بمشروعات صغيرة وبعد كده تطورت لصناعات كبيرة، وبالتالي قدرت انها تكون لها سيطرة على منتجاتها في جميع دول العالم بسبب الصناعة. مشكلتنا في مصر عندنا مشاكل كتيرة في الصناعة. هل مشكلة التمويل هي المشكلة الأساسية؟ عندنا مشاكل كثيرة، لكن مبدئيا بس هنطرق نتكلم على التمويل وبعد كده نتكلم في المشاكل التانية لاحقا. لكن كان فكرة المبادرة فكرة جيدة، لكن ليها مميزات وليها عيوب. لكن هي هتمس حوالي 96 ألف منشأة زي ما صرح البنك المركزي. هيبقى كمان محددة ببعض القطاعات اللي هي الأفضل، إنها بتكون بتصدر للخارج ويكون لها الأولوية، أو بتكون صدر صناعة خاصة بإحلال الواردات، يعني بتعمل حاجة إحنا بنستوردها من الخارج بدل ما تستورد بتصنع منتج ينفع تستغله في الصناعة تاني. فده هيكون ليه أولوية ليها. الصناعة بتساهم بحوالي 16.5% من الناتج الإجمالي المحلي. متوقع بعد الدعم في الصناعة ان احنا نحاول نزود الرقم ده يوصل 22.5 23. الصناعة جزء هام جدا من الناتج المحلي، بيعمل لي قيمة مضافة، بيزود لي فرص العمل، فمهم جدا. يعني يمكن احنا مشكلتنا استثماراتنا انخفضت العام المالي الماضي اللي وصلت 14.9 مليار دولار، نتيجة ان احنا ما قدرناش نطور في الصناعة اكتر، ما قدرناش نجذب استثمارات في مجال الصناعة. فده مبدئيا فكرة المبادرة. بالإضافة الى ذلك المصانع المتعثرة هيبدأ اسقاط عنها كثيرا من الديون، بس في
في حالة السداد 50% من قيمة الدين أساسي مباشرة، هيبدأ يسقط الفوائد اللي هي كانت موجودة على الديون، وهيبدأ يعالج مشاكل المصانع الحوالي 5000 مصنع المتعسرين، ويبدأ يشوف مشاكلهم ازاي. فهي كمبادرة كفكرة جيدة بتحاول انها تحل مشاكل جزء من مشكلة الصناعة. مبدئيا هنشوف وضع الصناعة بعد ما يتم تطبيقها عامل ازاي، ونشوف كمان المشكلة دي اللي هي هتمتد لحد حل مشاكل المصانع هتكون مثمرة ولا لا. تمام. طيب نسأل محمود بيه، طبعا حضرتك راجل صناعة أصلا في الأساس، وعايش طبعا التجربة بمختلف أشكالها، يعني حضرتك شايف إيه أبرز مطالب الصناعة في الفترة القادمة؟ يعني إزاي إحنا مع وجود المبادرة دي إزاي نقدر إن إحنا نحسن الصناعة ونقدر إن إحنا نعبر بيها من عنق الزجاجة والمرحلة المتأزمة اللي هي جواها؟ احنا بصفة مبدئية يهمنا ان احنا نتكلم على بداية المبادرات. فكانت المبادرة الاهم للصناعة المصرية كانت مبادرة تعويم الجنيه المصري. الجنيه. ودي كانت اهم حاجة، لان كانت الصناعة على ابواب الاغلاق. لان احنا كنا بنمول الصناع الخارجيين اللي احنا بنستورد منهم. لانه بيجيب الدولار بستة سبعة جنيه، واحنا بنجيب الدولار ب 13 جنيه من السوق السوداء عشان نجيب خاماتنا، فاحنا بدايه كنا خسرانين. فلما تعوم الجنيه واصبح عند قيمته الحقيقيه بدانا ان احنا نشتغل. دخلت المبادره بتاعه ال 5%، ويمكن باكد على كلام عمرو بيه ان الاهم في المبادرات هي اليات التنفيذ. الشكل التنفيذي بتاعها. أيوة. مش الشكل ان هي مش انك تعمل مبادره بالظبط. هي المبادره بتيجي من القياده العليا، وليكن محافظ البنك المركزي بناء على لجنه السياسات عنده، وبيبدا هو يعمل ده. واحنا بصفه مبدئيه بنشكره على المبادره الاخيره، لان المبادره دي باذن الله ممكن تحط مصر في مطاف الدول الصناعيه الكبرى. لان احنا بناء على سؤال حضرتك، ايه مشاكل الصناعة؟ هي التمويل، التصدير هو التمويل، الصناعة هو التمويل. لان الصناعة يمكن مختلفة عن اي شيء اخر، عن الزراعة، عن التجارة. التجارة التاجر بيوظف عنده 2-3، وزي يمكن ما بنقول دايما فدان الارض 4200 متر. فحضرتك كنت قبل الهوا بتقول في مساحة معينة من الارض تستوجب عدد 4200 متر، بتاخد 2 زراع، لكن بتاخد حوالي 50 عامل لو ال 4200 متر دول مصنع. مصنع. فدي حسبة لازم نبقى عارفينها، الناس اللي بتشتغل قد ايه، القيمة المضافة اللي بتحققها الصناعة لمعدل دوران السوق. ده يمكن مهم جدا، لأن العمالة الغير مباشرة اللي داخلة في الصناعة يمكن أكتر من العمالة المباشرة في الصناعة، من وسائل نقل وتوصيل ومناولة واستيراد وتصدير، يمكن كل الحركة مبنية عليه. طيب احنا النهاردة لو مسكنا المشاكل، كان عندنا مشكلة رئيسية في الأول، وهي مشكلة الترخيص. انا بقالي حوالي 38 سنة عندي مصنع، فاحنا كنا بنرخص المصانع ما بين 2 و3 سنين. احنا النهاردة يعني تقدمنا في مطاف الدول، بسبب ان احنا النهاردة بنقدر نعمل الرخصة بتاعتنا في خلال 7 ايام، ده بفضل القانون الجديد. رخصة المصنع. رخصة المصنع اللي هي رخصة التشغيل. تمام. ده في حد ذاته الرئيس السيسي بنفسه كان في احدى المؤتمرات وذكر الكلام ده عشان يقول ان احنا البيروقراطية بنحاول نهدها قدر الإمكان. طيب يبقى أنا النهاردة لو وفرت التمويل عن طريق المبادرة بتاعت البنك المركزي اللي هي في حدود 100 مليار، حتى 50 مليار اللي هم داخلين لمحدود الدخل، فهو في النهاية معدل دوران أموال داخل البلاد. وده يمكن اللي بتنجح فيه أمريكا، إن معدل دوران المال عندها الدخل الناتج القومي بتاعها بيتحرك فيه حوالي 56.5%. ده هو اللي عامل لها قوة اقتصادها، عامل لها رواج، عامل لها الفلوس. أيوة. وبتقدر تصدر. احنا مشكلتنا احنا لو صدرنا بكرة الصبح، وده يمكن انا ما قلتوش، انا رئيس لجنة الصادرات والعلاقات الخارجية في جمعية المستثمرين 6 اكتوبر، وفي نفس الوقت في الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين. فاحنا مفتوحين دلوقتي على افريقيا، بنجيب وفود وبنحل المشكلة الرئيسية وهي النقل. احنا عندنا النقل من هنا لشرق افريقيا غالي، من هنا لغرب افريقيا مغالى فيه، ما تقدرش تنافس يعني ببساطه شديده. التكلفه عاليه، تكلفه النقل عاليه عليه، فهتوصل منتج غالي. انت النهارده كل الخطوط اللي موجوده الملاحيه ما عندكش خطوط مباشره ما بينك وما بين شرق افريقيا. يمكن كانت هتبدا
احدى شركات النقل في مصر ان هي تعمل خط مباشر ما بيننا وما بين كينيا، وده يمكن بيساعد شويه. هو في خط حاليا، لكن الخط الثاني اللي يوصل لتنزانيا، لان تنزانيا بتحبس وراها قلب ست افريقيا دول في ظهرها، ست دول بما قيمته 330 مليون نسمه، يعني مع الشعب المصري، يعني انت بتتكلم في 400 مليون نسمه، دول معاك في كل حاجه وعايزين كل حاجه. واحنا بالرغم ان هم بيقولوا مصر لسه باديه في الصناعه و الى اخره، لكن يكفي ان احنا نقول ان احنا عندنا صناعات متقدمه جدا وعندنا صادرات، بس هي مشكلتنا الاليه بتاعه تنفيذ ازاي نقدر نصدر، وهو ده اللي في الوقت الحالي احنا بنسعى اليه مع الاليه بتاعه تنفيذ المبادره الاخيره لسيد محافظ البنك المركزي. ويمكن احنا عندنا ميعاد يوم الاثنين بعد بكره كمستثمرين مع محافظ البنك المركزي، مع رؤساء مجالس ادارات البنوك، مع مديرين المخاطر، عشان نحاول نحل المشاكل اللي صادفناها في المبادره بتاعه ال 5%. التجربه بتاعه ال 5%، لان زي ما بنقول هو المبادره بتيجي من فوق، تفضل تنزل لغايه لما توصل عند الموظف، وبعدين بالتجربه العمليه بتشوف مشاكلها. الموظف بيقول لك انا كده كده واخد مرتبي، فمضيت واخد مرتبي، ما مضيتش واخد مرتبي، لكن انا مش هدخل السجن. هي وعايز دي ورقات معينه. طب ورقه من اهمها الاي سكور اللي هو نازل في المبادره الجديده، ان اللي هيدفع 50% او اللي هيسوي مع البنوك هيقدر يشطبهم الاي سكور، فيقدر يشتغل مع البنوك مره اخرى مع الفايده 10%، لان كانت الفايده وصلت 18 و19%، وده طبعا ما يمشيش صناعه، وزائد ان هي متناقصه. فكل دي ايجابيات احنا بنتمنى سرعه تلبيتها وتنفيذها. تمام. عمرو بيه، عايز اسالك على حاجه. حضرتك شايف ايه الخطوات اللي ممكن تتعمل على ارض الواقع زي محمود بيه بيقول تعدينا لنجاح المبادرات دي؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن تعيقها؟ يعني مثلا محمود بيه قال مثلا نقطه مهمه جدا، موضوع الاي سكور. طب ما هو برده يعني معلش، يعني انا عايز اشرككم انتوا مع بعض كده في الموضوع. يعني ما هو برده ان هو يدفع 50%، ما هو قطعا ده هيبقى مبلغ كبير عليه، والا هو كان واقف ليه؟ صح ولا طيب هقول لحضرتك حاجه. خلينا الاول نتكلم، انا كنت عايز اول ما البنك المركزي بيطرح مبادره الصناعه يقول لي ال 200 مليار اللي هو طرحهم للمنشآت الصغيره وصل بيهم ازاي والنتائج بتاعتهم عامله ازاي. احنا طرحنا 200 مليار ومفترض ان بقى لهم 4 سنوات ونزل السوق المحلي ودخلوا في مجال الصناعه ومجال التجاري ومجال مجالات كثيره، ويمكن هم كانوا محطوطين للصناعات الصغيره وللشباب والتطوير مشروعاتهم والمشروعات المتناهيه الصغر والصغير. فوجئنا ان البنك المركزي اعلن ان في 40% من هذه المبالغ خرجت لمشروعات تجاريه، وده كان خطا كبير جدا وكان لابد من الرقابه عليه. رقم 40% من 200 مليار ده رقم كبير جدا، فبالتالي عشان كده حتى هم طلبوا بمد التمويل وهو اوقف هذا التمويل. الحاجه الثانيه ان كانت في ناس بتاخد الفايده 5% وتحط فلوس في بنك تاني بالفايده 15 و16. طب ما بترجعش، بتروح فين؟ ما انا بقول لك على السلبيات بقى. بالتجربه ما احنا ال 200 مليار عملوا لنا مشاكل. ما هو ال 200 مليار ما نجحتش بالشكل اللي انت اقول لحضرتك حاجه. لو كانوا ال 200 مليار دول نزلوا السوق وفي الوضع اللي احنا فيه دول، كان هيظهروا بشكل كبير جدا انتاج، صادرات، تقليص واردات، ما شعرناش بيهم في السوق المحلي. عملوا حركه شويه تجاريه، لكن دخلت بعد كده في مرحله ركود. فكان المفترض ان انا اشوف ال 200 مليار دول ايه وضعهم، وصلوا لحد فين. المداخله بس صغيره كده. اوكي، موضوع المداخلات النهارده كتير. الو ايوه دكتور مصطفى، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ معانا الدكتور مصطفى ابراهيم، رئيس مجلس الاعمال المصري الاسترالي. دكتور مصطفى ازي حضرتك، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. احنا كنا بنتكلم عن جدوى مبادره البنك المركزي لدعم الصناعه المصريه. يعني ما فيش شك ان هي كل المبادرات دي هي مبادرات محموده ومطلوبه. تمام. لكن زي انا للاسف انا مش قدام التلفزيون، فكان في احد الشخصيات المرموقه اللي مع حضرتك كان بيتكلم عن 200 مليار وهو عنده حق. بمعنى ان النهارده ال 50 مليار دول او ال 100 مليار الجداد يمثلوا نص اللي كان موجود قبل كده. تمام. ومع ذلك يكمن دائما الشيطان في التفاصيل. بمعنى انه النهارده ال 200 مليار زي ما تفضل وقال انه كان يبقى الناتج بتاعهم موجود بشكل كبير في السوق. اعتقد انه ما حسيناش بيه بالشكل اللي هو ال 200 مليار اللي هو تم ضخهم يعني. تمام. اذا كان ال 200 فعليا كلهم نزلوا انا ما اعرفش، لانه الارقام مش مطروحه.
الحاجه الثانيه ال 100 مليار اللي موجوده هي برضه بتحاكي المصانع الكبيره، يعني كبيره نسبيا من 50 لمليار، يعني اللي هيستفيد منها من ال 50 لمليار. ودي حاجه برضه محموده، اي حاجه تضخ في مجال الصناعه مطلوبه، وهي مبادره محسوبه وجيده. لكن نامل ان احنا نتلافى زي ما قيل دلوقتي، ان احنا نتلافى الاخطاء السابقه. لكن ما فيش شك ان معالي رئيس الجمهوريه شايف ان الصناعه والاستثمار الصناعي ما حضرش بالمطلوب منه الفتره اللي فاتت دي. ما جابش النتيجه اللي كانوا عايزينها من المبلغ اللي ضخوه يعني. واعتقد انه المبادره دي ممكن تتلافى اخطاء كثيره من السابقه، زائد ما تقدرش تتكلم عن المبادره دي بعيدا عن المبادرات الاخرى. يعني دلوقتي الوضع فيه 50 مليار للسياحه، فالسياحه ال 50 مليار دول هيبقى جزء منهم باعاده تجديد وتاهيل الاوتيلات، تشغيل الفنادق تاني. فمعنى كده ان صناعه الاساس ما بتشتغل فيها. بنتكلم برضو على تاهيل اللي هي حتى المبادره الخاصه بالاسكان، فده معناه ان مصانع الحديد والاسمنت وما شابه ذلك، ال 50 صناعه الخاصه او ال 100 صناعه الخاصه بالاسكان هتبتدي تشتغل بسرعه افضل. تمام. فكل المبادرات المطروحه ما تقدرش تفصلهم عن بعضهم. طبعا بالنسبه للصناعه ترقصهم المبادره الصناعيه، لكن ده مش معناه ان المبادرات الاخرى برضه مش هتساهم في نمو الصناعه. طبعا، ما بشكل غير مباشر هتدعم الصناعات الاخرى. ما فيش شك ان الصناعه طبعا نامت الفتره اللي فاتت، طبعا النمو مش مرفوض لسبب مهم جدا الناس ما بتاخدش بالها منه، ان الاستيراد نزل من 80 مليار لحوالي 50 مليار. ال 30 مليار الاخرى دولار، ما يعادل 30 مليار دولار، تم جزء كبير منهم تم او استطلاعته محليا لان الطلب كان موجود. فانت لما منعت استيراده او حجمت استيراده، فتم تلبيه الطلب ده من الصناعات المصريه. فما تنساش الصناعات المصريه برضه قدرت تغطي فجوه كبيره نتيجه وقف سلع وقف الاستيراد المنافسه. بالظبط. فهي الفكره كلها كل اي حاجه جديده تنزل السوق فهي محموده ومطلوبه في الوقت الحالي. تمام. مفيش شك انه التمويل من عناصر اساسيه في الانتاج ده مهم، والحاجه الثانيه تكلفه التمويل. فهو النهارده لما بيتيح لك التمويل بتكلفه اقل من اي تمويل متاح، فطبعا دي حاجه مهمه جدا وهتخليك في صوره افضل لعمليه التصدير، وعمليه افضل لاحلال محل الواردات، ان يبقى الصناعه منافسه، انك لدرجه انك ما تقول ايه انا هستورد ايه، ما انا البضاعه عندي هنا تكلفتها اقل. تمام. فالافكار كلها اللي موجوده، هو السؤال المطروح هو افضل ان احنا نعمل مبادره ولا ما نعملش؟ لا طبعا افضل، لا افضل طبعا احنا نعمل مبادره. بالظبط. هل المبادرات اللي قبل كده نجحت؟ نجحت لو جزئيا فهي نجحت. هل احنا وصلنا لل 100% من النجاح؟ لا لسه. هل كان في مشاكل؟ كان في مشاكل زي ما ماشي، بس انت على الطريق يعني، اكيد طول ما انت ماشي هتحسن. ايه؟ اكيد انت طول ما انت ماشي هتحسن. بالظبط. وزي ما قال احد ضيوف الكرام اللي عند حضرتك، ان 40% راحت للتجاره، الناس خدت فلوس وحطيتها من 5% ل 17%، فطبعا كان في بعض العوار. اعتقد ان المبادره دي بنسبه الفائده واسلوب الاداره اعتقد هتتلافى عيوب كثيره من اللي موجوده. لكن في الاول وفي الاخر اعتقد انه الفتره الجايه 2020 هتجد دعم كبير من الدوله ورغبه اكيد من الدوله ان هي تنهض بالصناعه، لان ما فيش مجال قدامك، ما فيش سبيل اخر غير انك تنهض بالصناعه بتاعتك. هي الوحيده القيمه المضافه واللي تقدر تساعدك على انك تطلع من بره المشكله اللي انت فيها. ان شاء الله. شكرا مصطفى بيه، تعبناك. شكرا لمداخلتك. شكرا يا دكتور. معاك عمرو يوسف. هو يمكن ما فيش اختلاف طبعا ان احنا الصناعه المصريه زي ما قلنا في البدايه ان هي الاساس، وهي اللي ممكن تزود لنا صادراتنا، وهي اللي ممكن تزود لنا الانتاج. لكن انا بتكلم في الضوابط اللي احنا ممكن نتلاشى بيها الاخطاء اللي حصلت تفعيلي بقى افضل، فلابد من هذا الجانب. لابد يمكن انا قبل ما نعمل تحليل سعر الصرف وقبل ما نعمل هذه القرارات الاقتصاديه كان عندنا مشاكل اكبر في الصناعه، بدليل ان انا اجتمعت باعضاء البنك الاوروبي ورئيس البنك الاوروبي في البرلمان، وكانوا موجودين عندنا في البرلمان، واجتمعت كوكيل اقتصادية وتحدثت، يمكن اديته بعض البروجكت عشان اطالب البنك الاوروبي ان هو يمول هذه المشروعات في مصر، منها مشروع السكه الحديد وتطوير السكه الحديد، ومشروع سكه حديد مصر في صحراء مصر، وكان منها اندستريال سيتيز، ان انا كنت بتكلم على المدن الصناعيه واستثمار في الصحه والتعليم والمستشفيات وكده. فقال لي انتوا عندكم مشاكل كتيره في الصناعه، فبقول له طب ما احنا المشاكل ممكن نحلها، فبقول له طب
زي ايه مثلا المشاكل عشان ممكن نتناقش، لان احنا كنا بنتكلم في حوار مفتوح. فقال لي بص القلم ده اللي انتوا حاطينه لي في البرلمان ميد ان شاينا، يعني انت بلدك ما بتصنعش قلم، فانت البروجكت دي والمشروعات دي كبيره جدا، هتصنعها ازاي؟ فالحقيقه انا ما عرفتش ارد عليه في هذا التوقيت، لكن بعد كده قلت له احنا بنحاول ان احنا نطور وبنحاول ان احنا نعمل حاجات كتيره، لكن ينقصنا الانفستمنت، استثمارات الخارجيه، عايزين استثمارات من الدول الاوروبيه، عايزين دعم تيجي عندنا بالتكنولوجي بالنو هاو عشان نقدر نطور. وده يمكن ان احنا اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، الاستثمارات هي الاساس، اللي هي اللي جبنا لنا التكنولوجي من بره، هي اللي هتطور لنا الصناعه. فده احد المواقف. بعد كده كبرلمان اشتغلنا على قوانين كثيره، منها قوانين التراخيص الصناعيه، واشتغلنا على قوانين، عده قوانين كثيره تحمي الصناعه. خلينا هنا في النقطه دي، هل انا لما ادي الصناعه، طبعا انا يعني حته نقطه ان احنا ندعم الصناعه بالجانب المالي او ان احنا نعمل مبادرات، ده شيء جيد ما فيهوش مشكله. احنا بنتكلم بس على الضوابط بتاعته عشان ما يستغلش بشكل خاطئ. الصناعه المصريه في الوقت الحالي، يمكن ده تقرير صدر من البنك المركزي، هم اوريدي مقترضين حوالي نسبه الاقتراض ليهم حوالي 432 مليار جنيه، يعني حوالي اكتر من 182 الف منشاه. طب ال 432 مليار جنيه اللي هو اوريدي الصناعه مقترضه، لما اجي احط عليها 100 مليار، هل ال 100 مليار دي فعلا هتساعد الجانب ده ولا مش هتساعد؟ طب ايه التقييم بقى بتاعي ده هيتم على مراحل ازاي اما اطلع ال 100 مليار؟ انا بالنسبه لي ما هو البنك المركزي خلاص هو اللي هيدعم هذا الجانب، وهو اللي هيتحمل التكلفه في ال 100 مليار. انا عايز السوق يتحرك، وعايز الدوله تشتغل، او عايز المصانع تشتغل. لكن احنا بنتكلم بس على كفكره، فكره جيده، الضوابط بتاعتها تشتغل عليها ازاي، ازاي تقدر تستثمرها. انا كنت احبذ من وجهه نظري ان انا اعمل المدن الجديده او المناطق الاستثماريه الجديده اللي انا عايز اعمل فيها صناعه اديها هي تمويل منخفض، ويمكن مش 10% كمان. يعني انا عايز انمي شبه جزيره سيناء مثلا، هقول يا جماعه اللي يفتح مصنع في هذه المنطقه يا عم مش 10، هديك 5%. دي تنميه صناعيه جديده. لا يعني ما هو ده اللي انا شغل جديد، يعني انا عايز اعمل صناعه جديده. اللي جاي بيعمل مصنع في مكان جديد في منطقة أنا عايز أنميها، لا هدي لك مش 10%، 5%، زي ما أنا بدي لك إعفاءات ضريبية من 8 ل 10 سنين طبقا لكل استثمار، لا هدي لك فايدة كمان 5%. حضرتك عايز تعمل سياحة، عايز تعمل مدن سياحية جديدة، عايز تعمل منشآت سياحية جديدة، لا هدي لك 5% مش 10%. يعني ال 100 مليار وال 50 مليار هضمن إن هم هيعملوا لي بروجكت ومشروعات جديدة، هضمن إن هم هيعملوا لي تنمية في أماكن مختلفة وأماكن جديدة. ما أجيش أطلع ال 100 مليار يدخلوا في مصانع قائمة والناس ممكن تكون عليها ديون تسددها وعندها كروت تسددها، او تاخد الفلوس تحطها في فايده مرتفعه في جانب اخر. لا انا كده بضمن ان انا بجذب استثمارات. حاجه تانية اخيره كمان، انا مش عايز برضو اسوق للعالم الخارجي كله ان انا عندي الصناعه فيها مشاكل، ده انا بدعمها ب 100 مليار، السياحه فيها مشاكل بدعمها ب 50 مليار، المشروع الاسكان المتوسط انا بؤيده بصراحه، يعني ده اللي انا بؤيده بشده، ما اقدرش احط عليه نقاش، لان ده بيفيد الشباب وبيفيد الاسر الفقيره، لان الاسكان اللي هو ما فيش كل واحد لازم ندعمه ان يحصل على شقه، او يحصل على اي شاب يحصل على بيت ويحصل وعلى اسرته، ده انا بدعمه. ويمكن عايز كمان اخفض القيمه، لان هو بيتكلم في 3500 جنيه حد ادنى شهريه، لا انا عايز اخفض القيمه ل 2500 جنيه و 2000 جنيه، لان الشاب ممكن ما يكونش بياخد مرتبه 3500 جنيه، ده كمان عايزين نتناقش فيه مع البنك المركزي. لكن المبادرات ككل زي ما انا قلت لك، لكن انا عايز بتكلم كرؤيه، انا عايز انمي شبه جزيره سيناء. طب يا جماعه اللي يفتح مصنع في سيناء هديله 5%، اللي يفتح مصنع هيبني هيشتغل في شرم الشيخ في الحته دي اللي انا ما نميتهاش هديله 5%. فده اللي انا عايزه، اوسع استثماراتي بشكل او باخر، اخلي الناس اللي عندها مصانع هنا كمان تتوسع. حضرتك هتعمل توسع في مصنعك هديلك على التوسع فايده 5%، لكن ما ادخلش ال 100 مليار بفايده 10% على مصانع قائمه ومشروعات قائمه وانا لسه مش عارف هتوصل لها ازاي. انا مش هخسر حاجه انها تاخدوا ال 100 مليار او المصانع انها تخسر، لكن انا كنت شايف رؤيه افضل ان ال 100 مليار يخصصوا للمناطق الجديده اللي انت عايز تفتح فيها مشروعات واستثمارات، اضمن ان صاحب المصنع ده لو توسع ودخل مكن وشغل عماله اضافيه ياخد ال 5%، اضمن ان صاحب المصنع ده لو عمل مصنع جديد في منطقه اخرى ياخد ال 5% بلاش 10% كمان. انت بتشجعه يستثمر في مكان جديد، بشجعه يستثمر، ويا عم مش 10% كمان، لا 5%، ما عندناش مشكله، ونساند ال 5% زي ما خرجنا 200 مليار. تبقى فعليه، يبقى فعليه. سياحه نفس الموضوع، حضرتك عندك فتحت الجلاله فيها استثمارات كتيره كسياحه في السخنه تقدر تعملها ب 5%، فتحت استثمارات في العالمين الجديده وفي الساحل الشمالي تقدر تعملها فايده 5%، فانت بتنمي وتفتح قطاعات استثماريه جديدة. كمان هتقدر تجذب استثمار اجنبي، الراجل هيجي الاجنبي يقول لك دلوقتي كان بيقول لك مشاكل التمويل، طب انا عندي استثمارات مباشره منخفضه، لا تعالى افتح مصنع وخد مميزات قانون الاستثمار، اعفاءات ضريبيه من 8 ل 10 سنين، خد ارض مرخصه
اجراءات سليمه وخد فايده بنكيه 5%، ده انا كده بفعل لك. انما اما اقول ان الصناعه المصريه عندي فيها مشاكل وبدعمها بكذا، السياحه فيها مشاكل، للرؤيه الخارجيه عالميا انا شايفها مش كويسه للتسويق للاستثمار لمصر. احنا بنشجع على الاستثمار وبنحافظ على شكل مصر الخارجي، انك تعاوم القديم وتدخل جديد. ايوه انا عايز ادخل بقى في تنميه جديده، اللي هو الجانب الاخر اللي عايز يستثمر جديد، اللي عايز ينمي مشروعاته، اللي عايز يطور مشروعاته، هو ده اللي انا عايز ادعمه بنسبه كبيره جدا بفايده، مش 10% لا 5%، وانا اؤيد ذلك لان هو خلاص هيبني قدامي مشروع هقدر اعمل رقابه عليه، كمان مش هخلي الفلوس يعني تحصل فيها نفس مشاكل المشروعات الصغيرة. لا انت مشروع قائم جديد اتعمل في منطقة جديدة، خلاص اتفضل 5% على هذا المشروع، اتفضل مميزات قانون الاستثمار عليها، يبقى انا كده ضمنت فرص عمل، قيمة مضافة، توسع في الانتاج، زيادة في الانتاج، وكمان اقدر كمان حضرتك انا بستورد مثلا سيارات من بره كذا، لو حضرتك عملت لي مصنع السيارات وصدرت، لا انا هدي لك كمان 5%، يعني اقدر كمان اجيب احلال الواردات بتاعتي اللي انا بستوردها من الخارج، وعلى كل مصنع بيوفر لي حاجه انا بستوردها من الخارج لا هدي لك ميزه تنافسيه. لان انت كمان احنا كانت عندنا دعم الصادرات كان في مشكله، احد المصادر اللي كان فيها مشكله للمصدرين دعم الصادرات ما كانش بيطلع، يمكن وزير الماليه حاليا بدانا نتكلم انه يطلع دعم الصادرات. حاجه تانية دعم الطاقه، دعم الطاقه هو الاساس للصناعه، وليس يعني ده يمكن اقوى من دعم التمويل. دعم الطاقه لابد تخفيض الطاقه، كان ممكن ان يحصل مبادرات ان الحكومه تاخد مبادرات هي من البنك المركزي وفي مقابل المبادرات دي تخفض الطاقه للمصنعين، كان هيستفاد بيها الصانع اكتر من ذلك، على الاقل كان هيخفض التكلفه بتاعته، هيخفض تكلفه الكهرباء، السولار، البنزين، الانتاج، النقل، المواصلات، كل ده كان هينزل لي بسهوله جدا الاسعار في جانب الصناعه. تمام. طيب انا عايز احرك على حاجتين. كان في ناس كتير بتقول ان الدوله بتعمل تخطيط، يعني يمكن ده يكمل كلام عمرو بيه، انا معرفش بقى، طبعا انت راجل صناعه فانت ايدك في الموضوع اكتر. كانوا بيقولوا الدوله بتعمل تخطيط، بتعمل مدن جديده، بتعمل شبكه طرق متكامله جديده، بس مفيش اهتمام بالمناطق الصناعيه الجديده. يعني لو حضرتك مستثمر عايز تعمل مصنع فمفيش وفره في اراضي الصناعه، فالموقف الحالي الحقيقي ايه؟ وانتوا ايه موقفكم من ده؟ يعني هل دي متطلبات فعلا للصناع ان يبقى في مناطق صناعيه جديده، ولا 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 الكلام ده مش مفيش ليه احتياج للسوق يعني؟ هو بس في بصفه مبدئيه عايز اعمل كومنت على الراي بتاع عمرو بيه اللي حضرتك موافق عليه، وهو ان المبادره توجه للمدن الجديده والصناعات الجديده، اللي هي زي ما وضحها عمرو بيه، مش عايز اعيد كلامه تاني، لان انا عندي انا عايز يمشوا جنب بعض، يعني تعمل جزء منها الحاجات الجديده وجزء القديم تشغل القديم عشان ما تفضلش عطلان. لا، الجديد فيه مشكله والقديم فيه مشكله. تمام. القديم فيه ميزه واحده، وهي ان انت لما حضرتك بييجوا مثلا عضو مجلس النواب او الوزير او اي حد بيعمل بيان قبل ما يخش الوزاره ان هي دي املاكه. تمام. ماشي. ما اعرفش انتوا بتسموها ليه؟ اقرار الذمه. اقرار الذمه الماليه. ماشي. احنا النهارده اقرار الذمه الماليه بتاع مصر اصولها من ضمنها المصانع والعقارات و و و الى اخره. تمام. ماشي. فالمصنع ده هو عباره عن اصل ثابت تملكه الدوله، لان اي واحد مصنع عنده مصنع مش هياخد المصنع بتاعه ويروح. لا طبعا. واخد بالك؟ يمكن التاجر ممكن ياخد فلوس او ينصب على ناس او الكلام ده كله ويقدر يمشي. او يلم بضاعته ويمشي. ايوه، لكن المصنع ده مكانه. ماشي. فانت لو بكره الصبح المصانع دي اشتغلت وخدت ال 100 مليار، انت بكره الصبح هتحل مشكله البطاله اللي هي مش موجوده اوريدي، احنا مش لاقيين عماله، عشان بس دي انا اعتقد ان دي ازمه، ليه موضوع تاني احنا بنتكلم فيه. يبقى مشكله البطاله انت بتحلها، معدل الناتج القومي هيزيد بكره الصبح. ليه؟ لان المصانع دي دايره. طب هتقول لي ما انت المناطق الجديده والمصانع الجديده. المصنع الجديد عايزه من سنتين لثلاث سنين عشان يبدا الانتاج ويطلع دورته جوه الناتج القومي. تمام. وما يبداش يقبل عماله غير بعد ثلاث سنين، لان العماله المبدئيه اللي هي العماله بتاعت الادوات البناء والتثبيت تجهيز المكان المكان والانفراستراكشر وما شابه ذلك. فانا النهارده لما احط ال 100 مليار انا اول حاجه بحيي مصانع بتقفل، واحنا لما البنك المركزي يطلع الرقم حوالي 6186 مصنع متعسر، ده طبقا والدراسه اللي عملها البنك المركزي. ده تقريره. ده تقريره اللي قايله مع المبادره. 6000 كام؟ 6186 مصنع. ماشي. اللي كان اساسا لا يقبل احد فيما مضى ان هو يقول ان المصانع دي ما تعديش ال 200 300 مصنع. ماشي. طيب
يبقى انا النهارده المصانع دي لو بدات تشتغل بكره الصبح هتحتاج كم عماله قد ايه؟ كتير طبعا. حاليا يعني اللي هو خد الفلوس النهارده نزل جاب خامات هيشتغل بالظبط ماشي، لكن المصنع جديد. ولذلك دايما احنا في قانون الاستثمار اول ما اتعمل لما قعدنا في المناقشات بتاعته قلنا لهم يا اخوانا في حاجه، احنا مستثمرين وخلاص عدى علينا الزمن، احنا بنتكلم عن المستثمر الجديد. عشان حضرتك تبدا تشغله ده مستثمر انت بتديله مميزات وبتجهل القديم. القديم ده هو اللي وقف معاك في الثوره، ما هربش زي الناس اللي هربت. المصانع دي احنا كنا بنقبض 6 شهور ومصانعنا مقفوله مقفوله ماشي. الدوله ما قدرتش ان هي توفي التزامها معانا من ناحيه القوى العامله، ان هي قالت ان احنا هنقبض المصانع اللي وقفت لان احنا بندفع نسبه معينه لوزاره القوى العامله، وهم عندهم في حدود 5.5 مليار جنيه في الصندوق ده اللي هو اعانه المرتبات. طيب يبقى احنا بالملخص ده نقدر نقول ان خلي المبادره ال 100 مليار مع ال 50 مليار مع ال 50 مليار بتاعت السياحه، واعمل مبادره تانية جديده لتنميه سيناء. سيناء لوحدها مرصود لها 10 مليار جنيه عشان تقدر تشتغل فيها، وده موجود. عندك شمال غرب خليج السويس اللي هي المنطقه الاقتصاديه، المنطقة الاقتصادية بيها قانون لوحده خالص تبع مجلس الوزراء، قانون لوحده ضابط تاني. اه بالظبط ماشي. عندك النهارده جاذبيه الاستثمار، اه عندك جاذبيه الاستثمار. اكبر دليل على كده ان عندك سامسونج فتح في بني سويف، عندك ال جي بيفتح دلوقتي في مصر وهيبقى على اول السنه، عندك مرسيدس رجعت، مش يعني عندك شركات كتير بتيجي لان احنا هنا عندنا مميزات سوق كمان عفوا غير اي حاجه، ان مصر مشتركه في اتفاقيات دوليه بما قيمته 1.6 مليار نسمه، بحيث ان انت ما فيش جمارك ما بينهم وما بينك، زي الكوميسا وغرب افريقيا واليورو متوسطي والكويز. اه كل دي حاجات بتدعم الصناعه، لما بتصنع بتخليك تخرج بضاعتك. اي حد هيبقى حابب ان هو يجي يصنع عندك هنا، يعني الصين ليه جت؟ الصين جت عملت هنا في شمال غرب خليج السويس المصنع بتاع إتيدا، اللي هي إتيدا إتيدا عامله فيه مصنع، طلعت مصر من التصنيف ال 200 وكسر في الفايبر جلاس الى نمره 2 في العالم. في العالم بالمصنع اللي هم حطوه ب 330 مليون دولار كان استثماراته ماشي عفوا. طب ما هو ده برضه يعمل تلاقي بين الفكرتين، يعني بين الامر بين يبقى حد جديد، وان انت تجيب تكنولوجيا جديده في اماكن جديده برضه، تشغل قديم خليه شغال، ما تظلموش يعني ما توقفوش. هي دي بقى اللي احنا بنتكلم فيها. انا مصنعي مثلا دلوقتي فيه حوالي 180 بني ادم ماشي، مصنعي بالفول كاباسيتي بتاعته 580 بني ادم. اه يعني هو مش شغال يعني بطاقته كامله. ايوه يعني بكره الصبح لو انا خدت تمويل ماشي ممكن ازود 400 بني ادم عند 400 فرصه عمل، وهكذا كل المصانع اللي حوالينا. ما انا في 6 اكتوبر او في جميع مصر كل المصانع عندها استعداد ان هي بكره الصبح تشتغل، بس برضك عايز زقه بس. ايوه وما تنساش ان انت عندك ازمه عالميه. الازمه العالميه دي كانت ايطاليا على حافه الافلاس، اسبانيا نفس الوضع، اليونان طبعا خدت فوق 400 مليار يورو من المانيا عشان تقف على حيلها ماشي. انت مصر هنا ماشيه بخطوات كويسه، ومن ضمنها بقى اللي حضرتك بتقوله وهو الطرق الجديده، المدن الصناعيه الجديده. انت النهارده عندك طرق بتتعمل في اكتوبر لوحدها، زي ما احنا بنتريق كده بنقول ان اكتوبر بيتعمل لها دور تاني، زي مصر الجديده لما اتعمل لها دور تاني. اه بالظبط ماشي. فعشان كده بقول لك المصانع الجديده، انت كده كده عندك مشاريع قوميه واخده كل المقاولات. انت في وقت جه على مصر ما كانوش لاقيين مقاولين يكمل مقاولات الشغل. اه بالظبط واخد بال حضرتك. وبدات تاخد حاجه زي السد اللي اتاخد في تنزانيا والمقاولين العرب خدته ماشي. في شغل طالع في اوغندا دلوقتي مقاولات. اللي احنا بنقوله ايه؟ ان لو المصانع دي وقفت على حيلها، لو اتزقه هتخليك تاخد نفس، هتخليك تاخد نفس وترحمك من حاجات كتير، من ضمنها القنبله الموقوته للبطاله المقنعه. زي ما اقول لك انت ما فيش عماله في مصر، كل اللي عندك ناس يعتبر تعليم عالي، التخصصات اللي انت عايزها مش موجوده، مش متوفر. فالتوك توك سحب مننا كل العماله الماهره زي ما حصل كده في تركيا، وخدوا للاستانه كل الناس اللي عندهم. فاحنا النهارده عندنا مشكله البنك المركزي ساهم في الحل. زي ما بقول لحضرتك الاليه بتاعه التنفيذ هي يمكن المهمه بالنسبه لنا، تمام. عشان ما يبقاش في تعقيدات توقف الفلوس وتفضل في البنك،
لان زي ما وضح عمرو بيه احنا لغايه النهارده مش عارفين قد ايه خرج من المحفظه بتاعه ال 200 مليار ومن ضمنها كان فيه ال 40% للتجاري والخدمي. بالظبط. اشتغلوا يعني بنتكلم في 80 مليار، وقفت، بس وقفت بعد ما خدوا 80 مليار. والصناعات الصغيره كبرت، كبرت. ومن ضمن الحاجات اللي حصلت ان كان عندي مهندس، المهندس ده خرج خد قرض فتح مصنع صغير. طيب. ربنا يوفقه وبنقف جنبه وهكذا. لكن انت في ادوات لابد ان انت تستغلها النهارده، وانا شايف ان الدوله لو لقت ان ده بيتحس وبيتحسن، من اهمها ان مثلا كان في شبه راي بنتكلم فيه ان احنا النهارده لو عايزين نسد الفجوه اللي هي ال 36 او 37 مليار ما بين الصادرات والواردات، يبقى نبدا ندعم المصانع اللي بتقلل اللي الواردات، اللي هي بتقلل الواردات بالظبط كده، صناعات الوسيط. واحنا النهارده بسعر الدولار الحالي لا نقدر ننافس، والحمد لله بننافس حتى الصين نفسها. تمام ماشي. تمام. في صناعات كثيره. تمام. طيب عمرو بيه ناخد كلمة أخيرة. هو طبعا احنا وقتنا ظبط. اوكي يعني هو يعني هو المهندس طبعا قطعا شغله متحيز للصناعة، وانا اوريدي كمصري متحيز للصناعة المصرية. الصناعة المصرية هي اقتصاد الدولة، يعني الواحد حزين على المصانع المصرية اللي كانت من الستينات، كانت هي اقتصاد والعمالة الدولة والعمالة اللي قاعدة في البيت على رأيهم. لا وانا هو البيت دول خراب. لا وفي نقطة كمان في المبادرة هنا، المبادرة بتتكلم هتدعم القطاع الخاص، طب ليه ما فكرتش المبادرة انها تدعم الحكومة؟ ما الحكومة عندها قطاع الأعمال، المصانع دي كلها اللي مش عارفين يجيب لها فلوس، كل قطاع الاعمال مش عارفين، مصانع الغزل والنسيج عايزه تمويل، فين الحكومه ليه ما تدعمش بهذه المبادره على الاقل ان انا اعرف اقوم مصانع الغزل والنسيج، مصنع الحديد والصلب اللي عايز يتطور، ليه المبادره دي ما تدخلش تدعم مصنع زي مصنع الحديد والصلب؟ ما دي مش صناعه، ولا احنا هنبص للصناعه القطاع الخاص ونسيب صناعه الدوله؟ القطاع الخاص لا، وانا برضو عايز الدوله، ما هي الدوله دي فيها عمال، مصنع القوميه الاسمنت اللي قفل ده سبب ايه؟ ما هو سبب الخسائر ان محدش دعمه، ما هو برضو في ممكن برضو يكون من اسباب الحاجات دي التكنولوجيا، ان هو المصانع لا جزء منها قديم، كان في جانب يتعافى، يعني كان في جانب اهمال شويه. فخلينا في النهايه كلنا بندعم المبادرات، وانا قلت وجهه نظري في هذه المبادرات. حاجه اخيره بقى بنوجهها للحكومه بالظبط، العلاوات بتاعت المعاشات مهم جدا، يمكن من هنا البرنامج عايزه بس اوصل للحكومه الخمس علاوات المتاخرين للمعاشات. مهم جدا الحكومة تبت أمر هذه العلاوات، لأن الناس بتوع أصحاب المعاشات مش متحملين أساسا أي تأخر في صرف المعاشات. تمام. ده إحنا بنطالب، لسه بنطالب لهم بزيادة المعاشات، فالعلاوات المتأخرة اللي تم في صدر بها حكم المحكمة لابد أنهم يلتزم الحكومة وأنها تخرج هذا الجانب. يمكن أنا عندي طلب إحاطة الوزير المالية لمناقشته في هذا الأمر وكيفية صرف هذه المبالغ. الحاجة الثانية الحد الأدنى للأجور اللي تحدث ان لابد ان هو يطبق والناس تاخد فلوسها باثر رجعي، لان كان المفروض من 30/1/7 كان يطبق الحد الادنى للاجور. برضو في مناقشه مع وزاره الماليه في هذا الجانب. الجانب الاخر اللي هو بس زياده دعم البطاقه التموينيه من 50 جنيه ل 100 جنيه، يمكن انا قدمت اقتراح للبرلمان بهذا الجانب، والتكلفه كلها حوالي 22.5 مليار جنيه بالاضافه الى اضافه المواليد 7 مليون مولود، بحيث ان احنا نحاول نرفع من مستوى المعيشه للافراد اللي هم الاكثر احتياجا في هذا التوقيت وفي ظل الظروف المعيشيه الصعبه. ده اتمنى، احنا في مناقشات وفي طلبات احاطه وفي اقتراحات مقدمه للحكومه. الثلاث نقاط الهامين دول اود ان احنا الفتره الجايه لو جينا برضو تاني هنا مع حضرتك يكون عرفنا رد من الحكومه وخدنا نتائج فعليه. لكن كفكره المبادره فكره في المجمل اوكي، انا بس بتحفظ بس في النقاط اللي انا قلتها وما زلت متمسك بيها في هذا الجانب. شكرا. تمام اوكي شكرا. بنشكر ضيوفنا الاعزاء في لقائنا النهارده. إن ألقاكم السبت القادم على خير، التاسعة مساء ان شاء الله.